صقر قديش ظل الزاد المغرب؟ ظل ساعتين يا جمعة، ساعتين. شو رايك تحذرنا حزيري هيك نتسلع بين ما يضرب المدفع؟ اسمع، وشو الاشي الجماد اذا ضربته باشي جماد ثاني بطلع منه كائن حي؟ ابو صقر يعني هاي عندهم مواخذة سياسي؟ ما هالشوف يا جمعة، قاز من كل سياسي. شو هي يا ابو صقر؟ شوف شو الحل، الحجر وشو جماد، والحاوية جماد. اذا صبطت الحاوية في حجر شو بطلع منها؟ ها يا بسي يا بني آدم، ما احنا صرنا احنا والبساج نبحبش في الحاويات تالي هالزمان. صحيح انك واحد موظف، شو هالاشكال هاي؟ ولك كم مرة قلت لك ما في رصيد؟ قسما عظما والله العظيم، والله العظيم لولا هالشهر انه مش شهر مبارك لألم من الناس هذيك. اطلع معاه امشي، واحد موظف صحيح. والله يا هلا والله نقدر سعيد انك تفطر معانا يا جمعة، ان شاء الله ربنا انه بيقبل منك هالصيام. افتح التلفزيون يا صقر. هذا العراق غير افتح لنا على سوريا الله يسعدك. والله يا ابو صقر اني ما إلي نفس اني افطر ولا اكل، وانا جاي على بالي اشي يا زلمه. وبعدين يا شمعة بدك تضلك حزين وزعلان؟ يا زلمه افردها شويه، بدنا نفطر هالساعه. انا عارف عن هالحياه يا ابو صقر، زمان كنا نسكت الاولاد مشان نسمع مدفع الافطار، هسه صرنا نتمنى تسكت اصوات المدافع عشان نسمع اولادنا.